المرحله التكتيك سبعة في المئة. هذا ينزل على القضيه بان عدد المشاركه المغربيه في المهرجان كان المراه تتجاوز الرجل. من رجل النجار الى صديق الله جائزه اكثر من هذا. السينما والمرأة موضوع مهم جدا، لأنه السينما هو واحد رسالة كبيرة ورسالة التي يدخل لها الجمهور باش يتفرج في المواضيع ديالو. فاحنا فكرنا في هذا اليوم هذا باش نقدروا نقربوا وجهة النظر ديال المجتمع المدني مع الإعلاميين. بصفتي أنا كفنان مغربي ممثل وفي نفس الوقت رئيس الجمعية المغربية للتنوع الثقافي، فدرت هذا الربط هذا بين هاد جوج ديال لي ترونش باش نقدروا نتحدثوا أكثر وأننا نخرجوا بأفكار، لأنه هو يوم للتفكير. سي اون جورني دو ريفليكسيون درناها والحمد لله راه عطات الثمار ديالها وغنخرجوا بتوصيات، وهذا هو اهم حاجه. وما يمكنش تكون قليله، لان ما يمكنش دير فيلم بلا مراه، وما يمكنش ديرها تابلا رجل، لانه المراه نصف المجتمع. ولكن اللي بغينا نهضروا عليه هو انه في السينما ديالنا واخا ما نقدروش حنا اننا نفرضوا على السينمائيين شنو يقدروا يديروا، ولكن بطبيعه الحال نوجهوا النداء ديالنا انه السينمائيين المغاربه انهم يخرجوا من هاد الطابوهات هادو، من هاد الكليشيهات خاصه اللي ممكن ان تشوفوا فيها المراه غير في المدينه عندها معاناه غير في الاسره ديالها ولا كوكسوسوا. بالعكس بغينا نشوفوا المعاناه الحقيقيه ديال المراه المغربيه اللي خاصنا نتكلموا عليها. انا جد فرحانه بزاف في هذه الدوره اللي دار امير بن جلون، دوره زوينه كتكلم على المراه والسينما، كيفاش المراه دخلت للسينما، وهذه بادره زوينه بزاف. الندوه اللي دازت الصباح كانت جد مهمه، يعني تكلمنا على المراه والدور ديالها في السينما، المرأة أون جينيرال الدور ديالها في الحياة مهم جدا، لا بالنسبة للبيت ديالها، لا العمل ديالها، لا مع الأولاد ديالها. هذا الموضوع ديال المرأة والسينما موضوع بزاف، يعني تكلمنا بزاف على على على, على المرأة، وموضوع كيجبد داك الموضوع. يعني هاد الدورة ما كرهناهاش تكون في واحد اليومين ولا واحد ثلاث أيام، باش يلاه نعطيو الحق للمرأة ونتعمقوا جدا في الموضوع ونفهموا بزاف في المواضيع. لقاء بين السينمائيين المغاربة من ممثلين وتقنيين وكذلك مخرجين للحديث عن المرأة، يعني دور المرأة في السينما المغربية وكيفاش حنا كنعطيوها قيمتها في السينما ولا لا. كان هناك عدة كان عدة محادثات تحاورنا وكل واحد دلا بالضلع ديالو باش نخرجوا بنتيجه ان ما خصنا ما نعطيوش داك الشيء اللي بغى الجمهور بالنسبه للمراه، لان دائما حنا كنشوفوا المراه دائما ديك المراه اللي مسكينه ما الخيبه، ديك الشوافه، ديك المراه القبيحه، ديك المراه اللي ما كتعطيش الدور ايجابي للمجتمع. حنا بغينا ان المراه تكون لان هي امنا واختنا وخالتنا، تعطيوها دور ايجابي في كل ما تقوم به، ما نشوفوش حنا الجانب السلبي، نشوفوا الجانب الايجابي اكثر اللي كتعطي المراه، لان المراه تربي اجيال. المراه راه بارزه في السينما المغربي، عطيوها الفرصه. كاينين ماشي قضيه خاص اشخاص، كاين بارزه، خصنا نعطيوها الفرصه، نعطيوها الفرصه باش تكون بطبيعه الحال نعطيوها قيمتها، اللي يعني عطينا قيمتها لا احترمناها، نعطيوها قيمتها باش هي تعطي ما عندها ما يعطي المراه المغربي وعندها يعطي اكثر فاكثر. C'est une bonne chose. Alors que ces gens rentrent en centre de la Tunisie.